هذه هي إبرة، ولاية يرجع تاريخها القديم إلى ما قبل الإسلام بزمن بعيد. هي من بين أنشط ولاية السلطنة ازدهاراً، تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بالجانب الشرقي من عمان، تبعد عن مسقط 180 كيلومترا. وتعد إبرة بما تمتلكه من مراكز خدمية مركزاً من المواقع المهمة في المنطقة الشرقية، لتسميتها قصة. حكايتها أن أحد أبنائها كان صانعاً ماهراً لنصال الرماح، فاشترى منه أحد قواد الجيش في زمن حرب البسوس نصلة حادة، فاستحسنها وأعجب بصناعتها، وقال القائد للصانع: لا أجد ما أكافئك عليه غير أني أنحلك اسماً لبلدك وهو إبراء. تتكون هذه الولاية من 23 قرية ومدينة، يقدر عدد سكانها ب30,000 نسمة. وقد بدت في إبرة ثمار النهضة المباركة التي قادها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عام 1970، يانعة مزدهرة في كل جزء من أرجائها. أهل إبرة أهل كرم وأهل عروبة ومجد وتاريخ، ويميلون إلى تربية الخيول العربية الأصيلة ويستعرضونها في المناسبات العزيزة. فالخيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. بعد الاستعراض الشيق يتبارى فرسان إبرة في سباق رائع مفعم بالسرعة والخفة وسط حماس المواطنين، وهذا السباق من العادات المحببة لنفوس أبناء الولاية، واستمرارها في حقيقة الأمر استمرار لتقاليدنا العربية التليدة. تعد إبرة من بين أهم مراكز تنمية المجتمعات المحلية في البلاد، وهناك برنامج طموح نظم في هذه الولاية يعتبر استمراراً لتجربة تنمية المجتمعات المحلية التي بدأت عام 1976. ويسعى البرنامج إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال تنمية الطفل والاهتمام بالمرأة اجتماعياً ومهنية، وإكساب الطفل والأم العادات والسلوكيات الصحية السليمة، وتعليم المرأة الريفية فن التدبير المنزلي والتغذية والصحة والحرف التقليدية التي تناسب طبيعتها مثل النسج والتطريز والمجهولات اليدوية الجميلة. وقد زود مركز تنمية المجتمعات المحلية بإبرة بماكينات خياطة حديثة لتدريب المرأة على صناعة الملابس والأزياء الوطنية اللازمة لأسرتها. وعادة ما ينظم المركز معرضا تعرض فيه منتجات المرأة المتنوعة. ويعد مركز تنمية المجتمعات المحلية في ولاية إبرة أحد أربع مكاتب، خصصت الثلاثة الباقية منها للعمل والشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وهي تتآزر معا في توعية المواطنين وإرشادهم.
كما تقوم الرائدات الاجتماعيات بعقد ندوات للمرأة للتعرف على اهتماماتها ومشاكلها وطرح الحلول الملائمة لروح البيئة. وبذلك تؤدي الشؤون الاجتماعية في إبرة دوراً فعالاً متكاملاً من أجل تنمية الإنسان وضمان حاضره ومستقبله. معهد التدريب المهني في إبرة هو واحد من 10 معاهد أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مناطق السلطنة الرئيسية حرصا من الدولة لتطوير الموارد البشرية العمانية وإدراكا منها لأهمية التعليم والتدريب المهني لتوفير الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الوطنية الشاملة. ويتيح معهد إبرة للطلاب الدارسين فيه التدرب على عدة تخصصات، فهناك قسم الميكانيكا واللحام وقسم الكهرباء وقسم السيارات وقسم الإنشاءات والبناء والنجارة، إضافة إلى القسم التجاري بتخصصاته المتعددة في السكرتارية والمحاسبة وإدارة الأعمال والطباعة العربية والإنجليزية. ويزداد إقبال الطلبة في الولاية والمناطق المجاورة على معهد إبرة سنة بعد أخرى، لما يتمتع به المعهد كمؤسسة تدريبية مهنية بأجهزة حديثة، وما يجده الطالب من امتيازات بالنسبة للراتب الشهري والمسكن الملائم للطلبة المقيمين بعيداً عن مقر المعهد. وامتدت يد البناء والتعمير إلى كل مدينة وقرية من قرى الولاية، لا تفتر لها همة ولا تتقاعس عندها عزيمة، تمشيا مع فلسفة القيادة العمانية في تعميم مسيرة النماء لتظل كل عمان. بالرغم من أن أهل ولاية إبرة يزاولون بكثرة النشاط التجاري، إلا أن القطاع الزراعي هو النشاط الغالب والحرفة السائدة لمعظم السكان. ويزرع في الولاية عدد كبير من النخيل والموز والمانجو والبرتقال والليمون والسفرجل والبرسيم. تعمل الحكومة الرشيدة على تطوير القطاع الزراعي في الولاية عن طريق مكتب إرشاد إبرة الذي يمد المزارعين بالبذور والأسمدة والمبيدات، وينظم لهم دورات توعية في كيفية استغلال التربة وزراعة المحاصيل على أسس علمية سليمة واستخدام الميكنة الحديثة. وتساعد الأفلاج المتوفرة في ولاية إبرة على زيادة استصلاح الرقعة الزراعية فيها، ويوجد بالولاية حوالي 63 فلجة، منها 62 فلجا صالحة للري، أشهرها أبو منخارين في قرية السفالة والمسموم بالعلاية وفلج العفريت بقرية اليحمدي. وكمعظم ولايات السلطنة يعمل بعض أبناء إبرة في تربية الماشية، وتعمل الإدارة البيطرية على رعاية الثروة الحيوانية بالولاية، كما يسوق إنتاج إبرة من التمور بشكل جيد. وبفضل مستشفى إبرة المركزي أصبحت الرعاية الصحية المجانية مكفولة لكل مواطن في الولاية، إذ يتمتع المستشفى بإمكانيات كبيرة وأجنحة متسعة وأقسام متخصصة للطفولة والأمومة والجراحة والأسنان والعيون، وتتوفر به المعدات الطبية المتطورة والأدوية الحديثة. أقيم
أقيم هذا المستشفى ضمن مشروع متكامل تبنته الحكومة الرشيدة لنشر الخدمات الصحية في سائر الولايات والمناطق البعيدة. مشروع التعليم العام في إبرا تقوم به 7 مدارس لمختلف المراحل، منها مدرسة سمية الثانوية بنات والمتنبي الثانوية بنين. جملة الدارسين في هذه المدارس حوالي 3000 طالب وطالبة، فضلا عن وجود 12 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مدن وقرى الولاية. هكذا تسير عجلة التعليم في إبرا بسرعة متزايدة على خطين متوازيين، الاهتمام بتعليم الفتاة كالاهتمام بتعليم الفتى تماما، بحيث أن يجد كل طفل حقه في التعليم المجاني ليكون عضوا نافعا في المجتمع. وإبرا في عهد النهضة المجيدة غير إبرا في عهدها القديم، فقد نفضت عن وجهها غبار العزلة والجمود، وهي الآن جزء متفاعل تماما مع باقي الوطن العزيز، إذ شملت الولاية لمسات التحديث في كافة المرافق الخدمية من مؤسسات حكومية عصرية وطرق حديثة، بل إن السوق المركزي الحديث الذي تمت إقامته في الولاية بلغت تكاليفه 180,000 ريال عماني لتوفير كل حاجات المواطنين وخدماته، التي هي إحدى السمات المهمة التي تتسم بها السياسة الرشيدة لحكومة حضرة صاحب الجلالة. أما الآثار الموجودة بالولاية فهي القلاع والحصون والبيوت القديمة التي يزيد عمرها عن 1000 سنة في كل من المنزفة والقناطر العلاية والنصيب والحزم، إلى جانب حصن الشباك المعروف بالبيت الكبير وحصن فريثر. توجد في ولاية إبرا مساحة متسعة تقف فيها معالم التراث التلييد في شمم. ومن أهم معالم الولاية تاريخياً مسجد العقبة الذي اتخذته إبرا شعاراً وشهرة لها. يعود تاريخ المسجد إلى ما قبل اتجاه المسلمين إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ولذلك فإن قبلته لا زالت تتجه نحو المسجد الأقصى وبيت المقدس. وإذا كان تراث إبرا الباقي هو مظهر من مظاهر حضارة الولاية وأصالتها، فإن صناعة الحلوى التقليدية لا زالت تمثل جانبا من التقاليد العمانية الأصيلة، حيث يجيد عدد من أبناء الولاية صناعة الحلوى العمانية التي تمر بمراحل عديدة لتصبح طيبة المذاق. بدي النهضة، ذلك الحلم الذي تجسدت معالمه واضحة على الرمال في هذا العهد المزدهر بقيادة باني نهضة عمان العصرية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، والذي ساد خيره فعم السهل والنجدة وسائر المناطق والولايات. تبدو مظاهر النهضة فيها وهي ترفل في قلب الصحراء في ثوب قشيب من الإنجازات الحيوية، إذ أن فكر القائد قد رسم معالم الطريق منذ بداية مسيرة الخير في العمل على التوزيع العادل لمظلة التنمية، بحيث تستفيد منها أيضاً المناطق البعيدة والولايات. تقع بدية في الجانب الصحراوي من المنطقة الشرقية، ويقطنها نحو 30,000 نسمة يعيشون في مدنها وقراها 12 في وداعة وهدوء، وأهمها شاحك الحوية، الظاهر، الواصل، الشارق، فلج لمطوعة. وولاية بدية تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط مسقط بصور،
تجاورها من الشمال ولاية القابل وتحدها من الشرق الكامل والوافي. فرصة الزيارة لهذه الأماكن تستثير الخيال وتجعل المرء يعود بذاكرته إلى الماضي العربي التليد، فأهل بدية يشعرون بالحنين إلى هذا الماضي البعيد المليء بشجونه وذكرياته، فهم يعتنون بتربية الإبل للإفادة من لحمها ولبنها ووبرها، كما هي وسيلتهم في التنقل بين مسالك الصحراء الوعرة للزيارة أو التجارة وقضاء شؤونهم. لذا فإن أهل بدية يشتهرون بسباقات الهجن، ودائما ما يستقبل أهلها عابر الصحراء بحفاوة كبيرة، ويجلس الجميع يفترشون الرمال، فتقدم لهم الطمور وتصب القهوة العمانية العربية في جو يسوده حديث مليء بالألفة والمحبة. وبعد أن تستريح هذه القوافل التي تجوب الصحراء ويقدم لهم واجب الضيافة، يواصلون سيرهم وهم يرددون نغمات الونة الشجية من على ظهور الإبل. لقد نالت ولاية بدية الكثير من معطيات عملية التحديث الشاملة التي أتاحتها النهضة المباركة، حيث حظيت بالمساكن الاجتماعية التي تصطف في نسق معماري ذي طابع عماني، وتعمل الحكومة الرشيدة على توفير المأوى الكريم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في الولاية، مثلما عملت على تزويدها بالطرق العصرية والمرافق المختلفة والكهرباء. مستشفى بدية من معالم التحديث الواضحة في الولاية، تم إنشاؤها في إطار خطة طموحة بنشر المستشفيات في المناطق لتعميم الخدمات الصحية. يضم المستشفى 28 سريرة، ويؤدي الخدمات العلاجية والوقائية للمرضى من أهل الولاية بكفاءة من خلال اشتماله على عدة أقسام للنساء والأطفال والأشعة والمختبر وغيرها من التخصصات. يبدأ الطلاب يومهم الدراسي بتمارين الصباح لتجديد نشاطهم الذهني لاستيعاب الدروس. وفي ولاية بدية 8 مدارس ثانوية وإعدادية وابتدائية تتوزع في قراها الرئيسية كالظاهر والمنترب والحوية، وتضم حوالي 64 فصلا و2000 طالب وطالبة. وتهتم مناهج التعليم في بدية كغيرها من مناطق السلطنات الأخرى بالشباب والرياضة، حيث نشاهد كثيرا من طلابها وطالباتها ينخرطون في الحركة الكشفية والإرشادية منذ مراحلها الأولى، مما يجعل رسالة التعليم تقوم بدورها كاملا في إعداد الشباب القادر على تحمل المسؤولية، كما يمارس الطلبة العديد من ألعاب الرياضة الأخرى. والطالبات في بدية يكدن يكون عددهن مضاهٍ لعدد الطلبة في الولاية، بل إن المدرسة الثانوية الوحيدة في بدية مخصصة للبنات، ويعني هذا مسايرة فلسفة التعليم العمانية في العناية بالفتاة أسوة بالفتاة أيما عناية. سألت الله أن يبقيك دهل وما لك من البرية من نظير. التعليم ولو في ظل شجرة مبدأ من مبادئ القيادة الحكيمة في التأكيد على نشر رسالة التعليم بكافة الوسائل. وهنا مشهد من مدرسة صغيرة بنيت من الأحجار والقش، حيث يقوم معلم عماني بشرح أحد دروس اللغة العربية للطلاب. ولاية بدية رغم تضاريسها الصعبة، فإن الإنسان العماني
بما يملك من تراث ورصيد في فن الزراعة منذ قديم الزمان، استطاع أن ينبت محاصيل متنوعة في هذه الولاية ذات الطبيعة الصحراوية، وأصبح منظرا مألوفا في كل أنحائها رؤية المزارع الخضراء تلاصق التلال. روعة الجمال تبدو عند الصباح أو الأصيل في انعكاس أشعة الشمس الذهبية على مياه فلج المنترب العذبة، الذي يمثل مع فلجي الظاهر والواصل أهم أفلاج الولاية. وتنحدر مياه بعض هذه الأفلاج من المرتفعات فتسقي الحرث فتجول الأرض بأطيب الثمار. وتشتهر بدية بزراعة محصول التمور التقليدي بأنواعه المختلفة، فهناك الفرد والمدلوكي والخصاب إلى جانب أشجار نخيل المبسلي التي تنتج البسر. وتعتني الحكومة بتطوير الثروة الزراعية في الولاية التي يزرع أهلها أيضاً الليمون والموز والسفرجل والقط والأنبا. وتشمل عناية الدولة دعم المزارعين مادياً وإرشادهم لزراعة المحاصيل على أسس سليمة. في رحاب المسجد يتلقى طلاب المعهد الديني في بدية علوم الفقه وأصول الدين والشريعة الإسلامية والسير النبوية، ويتلقون محاضرات في التاريخ الإسلامي وأمجاده، حيث يؤهلهم المعهد ليكونوا دعاة إسلام ووعظ وإرشاد. وهكذا فإن خطة التعليم في كل ولاية من ولاية السلطنة تعمل على رعاية الاهتمام بالتراث الإسلامي إلى جانب الاهتمام بتلقي العلوم الحديثة النظرية والتطبيقية. فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة أو سنتين. بسنة وقيل بسنتين. سنة. وولاية بدية تجمع بين مقاومات الأصالة ومظاهر النهضة العصرية، حيث توجد معالم باقية من القلاع والحصون والأبراج. فهناك حصن المنترب الذي كان الوالي يتخذه فيما مضى مقراً لإدارة شؤون الولاية، وحصن بدية وقلعة الواصل والبيوت القديمة التي تبدو فيها عراقة البناء وضخامته وغيرها من الأسوار المشيدة، وكلها تشير إلى قصص وذكريات خالدة وأطلال تاريخية تدل على أن الأجداد القدامى كانوا دوماً بارعين في بناء الحصون والقلاع لحماية مناطقهم من الغزو الخارجي. ويمارس بعض الحرفيين من سكان ولاية بدية وقراها مهنة صناع النسيج التقليدية يدوياً التي يتوارثها الأبناء عن الأجداد، ويستخدمونها في صناعة الأبسطة والأغطية وأسرجة الخيل وبعض أثاثات المنزل الصغيرة. والدولة تعمل وفق توجيهات سامية في دعم هذه المهنة دون أن تندثر، والمحافظة عليها والعمل على تطويرها. وأهل بدية دينون بطبعهم، فهم يحافظون على الإسلام الحنيف ويؤدون الصلاة في أوقاتها في دور العبادة العديدة في الولاية. والآن تعيش بدية مظاهر التحديث الشامل بأبعادها المختلفة عمقاً واتساعاً، فهي عصرية بمكتب الوالي الذي يسهر على كافة شؤون الولاية، وعصرية بطرقها الحديثة التي تربطها بكافة الولايات والمؤسسات الحكومية التي تؤدي خدماتها المتنوعة التي يحتاجها أهل بدية في أماكنهم دون معاناة وتحمل مشقة سفر. وفي رمال الصحراء تبدو مظاهر النهضة المباركة عديدة في الولاية، فهناك خدمات بريدية وهاتفية متطورة، كما تقوم البلدية بدور كبير في المحافظة على الطابع الحضري للولاية.
ويجد شباب بدية وقراها كافة أسباب النشاط الرياضي الذي يمارسونه بأنواعه. ففي نادي بدية الرياضي توجد ملاعب كرة السلة والطائرة وكرة القدم، وهي ملاعب مجهزة. إن ولاية بدية وقراها على هذا النحو، هي قلعة تجاور منزلا حديثا، أصالة تتاخم معاصرة، وتحديث في كافة المرافق الأساسية والخدمات التي يستفيد منها المواطن في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله. إن شمس النهضة تشرق على بدية دوماً.